مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل الزملاء الأعزاء في بيت للكل. السلام من مصر إلى الأردن، العراق، فلسطين. أهلا بكم جميعا في حلقة جديدة ومميزة. حلقة اليوم الحقيقة نحن دائما نتحدث عن الثقافة وأهمية الثقافة في حياتنا ووجداننا. الثقافة هي عنوان كل شخص، يعني كل شخص نراه دائما. عندما ترى أي شخص تقول فلان مثقف، فأنت تعرف بأن الكلمة تخرج من خلال شخص ملم بالمعلومات، ملم بأفكار، ملم بعلم، ملم بثقافات كثيرة مختلفة ومتنوعة. ولكن اليوم الحلقة ليست فقط عن الثقافة، نحن نتحدث اليوم عن حلقة مميزة بين الثقافة، كيف يتم دمج الثقافة مع التكنولوجيا المختلفة، وإزاي نقدر يعني تساعد التكنولوجيا كمان في نشر ثقافة أكتر. أهلا بكم في لقاء جديد مع بيت للكل. صحيح شافكي، أكيد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا صناع المحتوى لديهم الأرقام والأعداد الكبيرة من المتابعين، وكلنا نتابع صناع المحتوى، وأيضا لديهم تأثير كبير وبانتظار كل ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. لكن السؤال اليوم، هل اليوم تأثير صناع المحتوى وأيضا صانع المحتوى كتأثير الكتاب؟ إحنا وياكم بهذا الجواب مع ضيوفنا الأكارم، خليكم معنا. في حلقة هذا المساء نتوقف مع مواقع التواصل الاجتماعي وما يضخ عبر المنصات المختلفة، سواء كانت مواد لها علاقة بالموروث الثقافي، بالموضوع الاجتماعي، بالموضوع الاقتصادي، وحتى القضايا السياسية البارزة والمهمة على صعيد الوطن العربي. ما دور المؤثرين والمؤثرات في نقل هموم البلدان المختلفة وكذلك إبراز كل ما يتعلق بتلك البلدان من مكونات ثقافية وغيرها؟ بالتالي اليوم نتحدث عن عصر الرقمنة، الإعلام الجديد، سرعة نشر هذه المعلومات ووصولها إلى أعداد كبيرة من المتابعين عبر العالم.